نرجع سي خليفه، المجلس القومي الامني كما كنت نسال فيه، مجلس الامن القومي، مجلس الامن القومي عفوا، هل تشوف انه حد في العمليات الارهابيه ام شنو دوره في المستقبل؟ زاده معناها الناس ما تحكيش عليه برشا في الاونه الاخيره. لا هو راهو كي باش نحكيو على مجهودات المؤسسه الامنيه بغض النظر، المجلس الامن القومي هو يتراسه السيد رئيس الجمهوريه مع القائد العام للقوات المسلحه، ويلم هو يخطط الاستراتيجيات والمخططات، لكن خلينا نحكيو احنا تعاطي المؤسستين الامنيه والعسكريه مع ظاهره الارهاب. لا احنا حققنا نجاحات، خاطر انت لازمك ترجع زاد للتاريخ شويه باش ما تكون ذاكرتنا قصيره. احنا في 2011 كان هناك برنامج معناها حاضر باش تفكك وزاره الداخليه، لانك انت تونس تعتبر هي ايقونه ثورات العربيه. علاش؟ من جملتها لان المؤسستين الامنيه والعسكريه بقاو واقفين. انت كي تاخذ التجربه الليبيه ولا التجربه العراقيه، انت سوريا وقفت تو علاش؟ خاطر المؤسسه العسكريه والمؤسسه الامنيه قاعده واقفه، لانه كان بعد 2011 السي اللي صار فيها ما نلزمش ننساو عمليه حرق وزاره الداخليه، شيطنة المؤسسة الأمنية، هذا كل ما نسوش نسوها بعد ما نسوش فك معناها حل جهاز أمن الدولة، طرد ناس عندهم أحكام إدارية تو اليوم في تونس وما رجعوش تخدم. أنا نذكر العقيد القلمان، نذكر العقيد أنيس بن ناهي والعديد منهم الأخرين، عنده حكم من المحكمة الإدارية كان يخدم إطار أمني وما رجعش بالقانون، ما رجعش. المقاربة متاع المؤسسة الأمنية اللي صار لها على المستوى الذهني وعلى المستوى العقلي وعلى مستوى مئات السيارات التي أحرقت والمئات بتاع المقرات التي أحرقت، هذا نحكي لك أحرقت في الثورة باش ما نحكيلكش بعد التحركات الاحتجاجية. ناهيك أنه في 2017 ثم تقريبا 14 ألف ولا 13 ألف تحرك احتجاج، هذا الكل جاري فيه الأمن وديما تصير، معناها ما نحكيوش في الملاعب. هذا الكل والمؤسسة الأمنية حققت العديد من النجاحات الكبيرة والكبيرة جدا. لكن ما لرزمه اللي ريته في الفترة الأخيرة، وعندي عتاب على الإعلام، شنو النجاحات الأمنية ولا تتعدى شبه اللي ما فيهاش تغطية كبيرة برشا، لانه العمليات الارهابيه والتخلف ولا النجاح النجاح النجاح, النجاح. مثلا الغزلاني اللي تم القضاء عليه ديرنيرمون اللي هو مجرم خطير، ارجع لوسائل الاعلام كيف تعاطت معه، مش معناه ما ذكرتوش، لا تم تعطيه، لا ما تمش اعطائه القيمه الكبيره، خطر انت زاد التاثير على معنويات الاخر اللي هو العدو، مش زاد تغطي عمليه ارهابيه. يلزم في المقابل النجاحات تثمن، والحرب هذه ما قال حتى حد في العالم وما تجرى، قال انه راهو اي دوله بمنأى عنها، معناها العمليات هذه ورد. لكن زاد عشرات الخلايا ومئات الأشخاص اللي تم إيقافهم والمداهمات والمجهودات الكبيرة اللي قامت بها المؤسستين الأمنية والعسكرية، وهذوما هما اللي في المصاف القداميين، خاطر قاعدين يترجموا في الوطنية متاعهم بدفع الدماء الزكية متاعهم. أنا حتى حد ما أنا حتى العملية الأخيرة راني هي ثم حقوق التسميات محفوظة لي، أنا قلت عملية بدائية، أنا أول واحد قلتها في وسائل الإعلام، ما قالها حتى حد آخر، مش تبدو متفهمين، هي بدائية وفاشل. أنا نجم نعملك في قراءة أخرى العملية هذه، أنهم هما عمليات التجنيد والاستقطاب، ما عادش لاقين العنصر النسائي باش يدفعوا بطالبة كيما هذه باش تقوم بالعملية، معنى هي مردود عليه، معنى أنت تهبطها بالطريقة هذيك دليل على أنك أنت غير قادر اليوم أن تجند عنصر محترف باش يقوم بالعملية هذه. هذا لا ينفي أن احنا ديما نطوروا في طرقنا وفي جاهزيتنا. الكلام اللي قاله شيخ وقلته أنت سي تريز امبورطون، الإرهاب مشكلة نفسية في التخويف. الشعب التونسي اللي قرر باش يعمل ثوره، الخطوه الاولى شنو هي؟ اماطه حاجز الخوف، ما عاد يخوفنا حتى حد في سبيل البلاد هذه، وتوحيد الرؤى، لان الارهاب اليوم ماهوش فكره باش يكون فيها اي حد محايد، يلزمنا الكل ضد الارهاب، واليوم يلزمنا راي تونس قادره باش تتحملنا الكل في ظل اختلافات هالمناكفات اللي قاعده فيها. خطر انا بعد العمليه عود ان نتحد وريت برشا تعليق حقيقه، معناها ما وصلت الى درجه تعليق في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، يا اخي ما ثماش شكون يمجد في الارهاب، مو ثم اللي يمجد في الارهاب، ثم مش من يعتبر ان شهداء طاغوت، ثم وجود باهي. سي خليفه خليني تو مادام قبل ما ندخل في السؤال الموالي، مادام جبدنا على التنظير على وسائل التواصل الاجتماعي وغيره، يا اخي فما سي خليفه اكيد راه ما يخفاش عليكم في الحادثه نتاع البرت في رمضان، وقت الالمانيه المشتبهه بالارهاب الى اخره ومحاوله ادخالها لتونس وكل، شفنا يا اخي شكون يحكي على وزير الداخليه راسا، معناها في لايف بثلاثه سوايع، معناها ويسب وما فما حتى شيء. دونك هنا المواطن التونسي بالتالي ولا يفقد في ثقته نوعا ما، وهالخوف ولا يتسرب للمواطنين، مادام يقول لك معناها ما فماش رياكسيون من الامن، ما فماش رياكسيون من جهاز الدوله، يجي انسان او ناشط او محامي يتكلم بثلاثه سوايع في اللايف ويقول لك معناها لطفي ابراهيم بيه ولطفي ابراهيم عليه والامنيين بهم وعليهم ويصفهم وينعتهم بالحيوانات حاشاهم، معناها وما فماش رياكسيون الى حد الان، ما فماش رياكسيون. هذا شنو معناها؟ فسر لي. هو ساعه جات المره الاولى ورجعت، وجات المره الثانيه ورجعت. أي. احنا على مستوى دورنا
في القيام بدورنا في اطار القانون قمنا به. مانيش نحكي على دوركم وهذا قمتوا به مشكورين. بعد انت راك في وزاره الداخليه نعاودها انا لتو باش العباد تفهم. اي راهي صوره الحاكم التي كانت قبل الثوره ان وزاره الداخليه تشد وتوقف راهي ماش موجود. اليوم راك توقف اذا كان ثم مواضيع بالتنسيق مع القضاء. أي. وزاره الداخليه ماهيش هي اللي توقف معنا. الناس هذوما مش كان في سيكونس هذه هم شكوا في عمليات ارهابيه اصلا معنا. انا قلت لك قالوا فزعات في قبلات قلت لك قالوا انه يفركس على الكنوز هذه موجوده. أي. موجوده لكن مش وزاره الداخليه هي اللي باش تتبعها من الناس هذو. مش من مهام هنا كيف انت تمس وزاره الداخليه. أي. وزاره الداخليه وزاره الداخليه ما تشدش وتوقف وما تحتفظ بحتى حد كما ترجع النيابه العموميه مش من مهامها وزاره. اي علاش ما رجعتش النيابه العموميه في الموضوع هذا؟ الله هذا السؤال اللي يطرح لهنا لانه كما قلت لك افكار وزير الداخليه راسا بالاسم معناه انت خلى انت هاني باش نزيد نقول لك حاجه. أي. اخرى انت هالمقاربه تو اليوم في مرحله انتقال ديمقراطي بين الحريات وحقوق الانسان وبين معناها استتباب الامن معادله كبيره ياسر قاعده تعاني فيها العباد المؤسسه الامنيه بالاخص قاعده تعاني فيها واضح معناها واليوم زاد ساعات نشوف في ردود افعال ماهيش قويه برشا. انا ساعه قلتها ونزيد نعاودها نقولها بالمناسبه هذه معك مظبيه واحد يجيب لي بلاغ من منظمه حقوقيه دوليه او تونسيه خرجت نهار بلاغ تندد فيه بالاعتداء على امني يقول لي علي خاطر انا ما قريتوش ما فهميش معنى. لا لا انا ما قريتوش مظبيه واحد يقول لي رانا خرجنا في نهار فلان قلت لك منظمه حقوقيه تونسيه ولا غير تحرقت مقرات تحرقت سيارات ماتت ناس ضربت ناس وشافتها العباد الكل ضربت بسيوف قصت صوابح قصت روسها عندنا اعوان من قطعت رؤوسهم بالكش مش منهمش حقوق. لا 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 انا احكي لك خاطر الناس راهي قاعده من جمله الصعوبات وانا راني لهنا من المنبر هذا زاد الامن مرفق عمومي مهمته هو حمايه الممتلكات العامه والخاصه والتوانسه وفي خدمه التوانسه واضح لكن زاد هو كيقوم بالدور هذايا ويحس في روحه ساعات مضغوط عليه من طرف حقوق الانسان ومن غيره زاد حتى هو راهو هو في التالي انسان معنا واضح. شيخ لطفي حبيت نسألك القيادي في حركة النهضة سابقا سي عبد الفتاح مولو قال متحدثا للداعية وجدي غنيم ونتفكر وإحنا كل القولة هذيك قال احنا ما حاشتناش بهم احنا حاشتنا بأولادهم واليوم هنا عندنا العديد من الكتاتيب القرآنية والمدارس القرآنية إلى أي مدى في نظرك سي لطفي هالمؤسسات هذه تحت المراقبة؟ والله شوف يعني بارك الله فيك على سؤالك الوجيه يعني وزارة شؤون دينية تتحمل مسؤولية كبيرة وتتحمل المسؤولية عظيمة تجاه الله وتجاه تونس يعني الكتاتيب القرآنية يلزمها مراجعات ويلزمها كما نقولوا فيها عمل كبير يلزمها استراتيجية عظمى باش تنقذ أطفالنا لأنه الأطفال هذوكم يترباوا على ما أنت باش تعلموا عليه ولهذا الكتاتيب يلزم عناية فائقة ويلزم عيوننا على أبنائنا وعيوننا على أطفالنا يعني النواة هذوما يعني الصغار هذوما راهو على أنت ما تربيه الآن بكل صراحة وأنا ابن الميدان 40 سنة وأنا في الميدان والحمد لله فهمتني بكل صراحة وزارة شؤون الدينية ما هيش قائمة كما قلوا فيها ما عندهاش استراتيجية لمعالجة هذه الظواهر التي تنخر البلاد ما نمشيش ماك بعيد لو كان عندها استراتيجية رانا كما يعني كفينا على كما قلت فيها المد هذا نرجع يعني المدارس المدارس القرآنية أنت يا أخي تقرأ في القرآن هي ما فيها باس كي تعمل تعليم العلم مش مشكلة باش تحفظ مشكلة باش تفهم القرآن تفهم القرآن راهو يعني رحمة راهو نور راهو وسطي راهو معتدل المدارس القرآنية واللي فاتك أغرب نحن مع اللباس يعني المعتدل الوسطي الديني لكن يا أخي باش تولي لي يعني مدارس وكأنها تورابورا وقندهار فهمتني أفغانستان لباس يعني غريب علينا هذا نرفضه الدين يعني الإسلام وقت اللي قال على اللباس يعني يكون لباس يعني محترم مش ولات يعني ظواهر يعني يعني المدارس هذه كما القرآنية انت عندما تمشي مثلا الى مدرسة الماء وقت اللي يخرجوا الستة ولا كما نقولوا فيها ولا الخمسة ولا السبعة تلقى الأولياء نتاعهم كبار والاخرين كما يعني اخوة كأنه يعني مظهر يشجع على الظواهر اللي نشوفوا فيها كما نقولوا فيها في بلدان اخرى يا سيدي عندنا لباسنا التقليدي عندنا لباسنا التونسي عندنا لباسنا زي كما نقولوا فيها
فهمتني؟ اكيد كلامك مش باش يعجب شيخ، كلامك مش باش يعجب برشا مسؤولين في السلطه حاليا ومن الاطراف اللي عندها مرجعيات دينيه خاصه. دونك لا نحن لسنا متشددين، نحن مع اللباس كما قلت. لا لا نحكي لك على بالعكس، نحكي لك اللي عندهم المرجعيه الدينيه مش باش يعجبهم كلامك هذا، لانه باش يدير لهم لايت شويه معناها. لا بالنسبه لي شوف 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 راهي الكرافات ريتها اي ما تبينش في قلبك واضح، يعني مشكلة مش يا شعب تونس راهو مش مشكلة في الكرافات، مشكلة في العقل ومشكلة في القلب، فهمتني؟ وهالتقية هذه سامحني ثم يعني مسألة يعني لازم نتكلم فيها لأني أنا مسؤول بالحق، يعني مسؤول أمام الله وأمام بلادي العزيزة، يستعملوا بكل صراحة تقية يعني تقية عجيبة جدا، صباح يقولوا كلام وفي الليل يقولوا كلام وهذا يعني يقول كلمة أو له ويطبخها تقية يعني عجيبة جدا، يلزم نردوا بالنا. راهو شوف الدين، راهو الإسلام بياض ناصع، راهو الإسلام يا شعب تونس، راهو يعني إسلام الزيتونة، إسلام جامع عقبة بن نافع، يعني إسلام السماحة، إسلام الأخوة، هذا هو يعني. وخاصة سامحني يعني جمعيات جمعيات عديد نحكيو عليها، الجمعيات الخيرية في النقطة يا ليتها خيرية، هي هي جمعية مسميات خيرية. سامحني أستاذ، يا ليتها يعني خيرية، وشوفنا اش عملت الجمعيات من 2012 تقية خيرية، ولكن أموال أغدقت عليها منين؟ منين؟ من غير ما نقول معروف بدون ما تستدرج لي. أنا راني عملت العمامة هذية باش أكون يعني لا أخشى بالله لومة لا نسمي الاشياء بمسميات. لا لا يعني شوف انا هنا مانيش جاي متحامل على لا اي لا واضح نعرف. لا هو قاعد نوضح قاعد الشعب هذا التونسي، انا والله يعني على الفيسبوك ليش يستناوا الشقون نقول ان يقول يعني الناس تترقب فيك يا اخي، يعني الجمعيات ما عادش خيريه، منها الخيريه الحق، لكن يعني جمعيات بؤر اموال يتصرفوا فيها يعني في كل يعني المناسبات. اللي فيرمون اللي وقعوا هذوما للجمعيات لا هو بعد ما باش نعرج على كلام الشيخ ساعة باش ما نسقطوش في حاجة، خطر قاعد نرى فيها ديما نرجعوا إلى مشكلة الهوية في كل حادثة تصير هكا، نرجعوا إلى مشكلة الهوية في تونس سي تري غرافا. الخلط بين أنك تحكي على الإرهاب وتحكي على التدين وتحكي على الإسلام، راو الخط الفاصل بينهما جيد جدا. محاربة الإرهاب لا تعني أنك تحارب التدين ولا تحارب إنسان ماسك الدين. لا باش نوضحوها الحكاية دي. أنا كيما في دولة مدنية ثم حرية المعتقد تدافع على كافة، لأن المواطنين سواسية في الدولة المدنية، وإحنا اخترنا دولة مدنية. اليوم زاد حتى في اللباس أنك مرأة متحجبة تصنفها زاد من حقها تكون لابسة حجاب بينك أو لا لا، خاطر ثم خلط في الناحية ذي، التصنيف على ضوء حتى كلمة الزي الطائفي لدار الدنيرم، هذا تصنيف في وقت بن علي، اليوم يلبس وما يشاء. هي هنا مش قاعدين سامحني. لا لا سامحني لا 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 انا سامحني سامحني خلينا نكمل بكل لطف. لا خلينا نكمل بكل لا خلينا نكمل بكل معرفة على تفصيل. لا لا خلينا نكمل. لا لا ترى انت ما فهمتني. لا لا فهمتك والله. المراقبه في المؤسسات، المراقبه في المؤسسات لحظة بالله. اما في الشارع راهو خليفة عايش سيدي خوي، نحن عندنا لباسنا التقليدي الاصيل، وعندنا سفسارينا، وعندنا دنيتنا، وعندنا الكشتة الزيتونية، وعندنا اللباس هذا يعني لباس زيتوني أصلي اسمه جوخة، وعندنا الجبة، وعندنا وعندنا وعندنا. أنت تحكي في الرسمي ولا في الواقع؟ لا لا فهمني سيدي، يعني يا أخوي أنا الناس يقول لباس يعني اللي جايني من الشرق واللي جايني من الغرب، فهمت كذا؟ لا يا سيدي عندنا الطابع نتاعنا. لا هكاك كان باش تنحي جاي من الشرق، تنحي حتى اللي جاي من الغرب يا شيخ. خويا ربي يبارك، عندنا لباسنا اللي تأصلنا عليه. هذا قميص سامحني لبس لي يعني قميص وسبادري معاه وكذا زاد هذه ماهوش. انا في اعتقادي لا احاكم الانسان بنظره الخارجي وبملابسه، نحن في دوله القانون بيننا وبينه القانون. خويا لا لا بخطر ساعات نلاحظ راهو ثم موضوع في النقابه تم تداوله مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي شيخ، موضوع النقاب اللي تم تداوله مؤخرا بعد العمليه الارهابيه ذي، ولو انه الارهابيه ما كانتش لابسه نقاب، برشا مواقع التواصل الاجتماعي دعات الى رفض النقاب في الشارع التونسي معناه، وانتم نتصور كامنيين. لا لا هو امنيا احنا مندوب ما صارت الحكايه هذه رفضناها معناه. لا رفضناها لانه اليوم انت شنو باش تراقب المراه كيفاش تراقبها من وراء الستاره؟ انت باش تراقبها تمشي تعدي امتحان كيفاش تعدي معناه؟ مش كان احنا معناه تولت في امور قانونيه حتى في دول اخرى معناه. الله يسامحوني بشبش يعني لا اصول الفقه اي عند ضروره تباح المحظورات
والضرورة تقدر بحسب قدرها. النقاب اللي يجيب لنا المشاكل والنقاب اللي باش يعمل لنا قنابل فهمتني موقوتة، والنقاب اللي باش يعمل لنا كما نقولوا فيها لطف علينا التفجيرات وإلى آخره لا يا سيدي. لا ولقينا إرهابيين متنكرين في زي نقاب معناها رجال لا لا نعم حتى يعني حتى في أصول الفقه الضرورة تباح والضرورة تقدر بحسب قدرها. ما حسناش به النقاب اللي كما نقولوا فيها باش يدخل يعني كما نقولوا فيها يعمل تفجيرات لازم ما حسناش. واضح سي خليفة سيب. كنا نحكيوا على المدارس والكتاتيب القرآنية لخارج السيطرة ونحن عندنا توا اتحاد العلماء المسلمين لحتى سياسي ما نجم يتكلم عليه توا باستثناء حزب تقريبا وجه أو وجهين سياسيين وإعلاميين معروفين فما حتى حد يتكلم عليه. هذا حاضنة يعد حاضنة إرهابية على رأي العديد من المحللين في تونس. يقول لك هذا مادام يقري في الصيف اللي تعدى يقري في وليداتنا معناها في نظام البيعة وفي أهل الحل والعقد اللي هم متاع 10 سنوات و12 عام و9 سنوات كيفاش تحبهم يطلعوا هذوما علاش ماهوش أجهزة الدولة وأجهزة الداخلية علاش ما ترقبش الاتحاد هذا بما أنه كما يحكيه منبع متاع إرهاب في تونس. لا هو راهو إذا كان باش نحكيه في الناحية الدينية الشيخ هو مؤهل باش يجاوب أكثر مني أنا لكن هي لا لكن هو قدم ترخيص إلى الدولة التونسية أعطاته. أنت كما اليوم تجي تقول لي في شقير تقول لي ثم احزاب احنا اليوم حتى قانون الاحزاب نستناو فيه راه ما عندوش رخصه لا احنا قانون الاحزاب تو نستناو فيه كيما قانون الجمعيات ما الشيخ قال ما عندوش رخصه الاتحاد انا ما عنديش لا 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 انا ما عنديش عليه حتى فكره ولكن مرجعيته الشيخ هو قادر باش المركز الدولي حول الحضارات عملنا كيما نقولوا فيها ملف كامل على الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين لا يملك رخصه ويعمل فوق القانون والان هو بكل صراحه بدون رخصة لا يعترف بالقانون له يعني دورات وله ملتقيات وله 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 إلى الآن يخدم يعني إلى الآن واضح فهمتني يعني الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أنا أسميه التنظيم السري واضح الدعوي في تونس مع العلم تعرف هذا شوف سيدي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لو كان تشوف يعني منين بدا شكون كون وين البلاد اللي حضنته انا هي تقعد به شكون وشكون يعني كما نقولوا فيها اللي ذن باش يعمل كما نقول الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين تاريخ كبير يعني برشا 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 سيدي باهي سي لطفي الاتحاد هذا شفت دخلت على الموقع الرسمي نتاعو في وقت مضى يمكن بضع اشهر نلقى فيه صور لمسؤولين سياسيين رفيعي المستوى في تونس حاليا في الشأن السياسي في تونس الى جانب القرضاوي عندهم مهام في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اعضاء مجلس شورى في حزب قوي في تونس اي ما يعني معنى هذا تو سامحني بكل صراحه وانت تقول لي هذا الاتحاد غير مرخص فيه معناه نعم لا ما عندوش رخصه فهمتني هذا مصنف يعني اتحاد ارهابي هذا صنف كما نقولوا فيه اللي يعني اتحاد والعياذ بالله مصنف يعني اتحاد ارهابي جي انت اليوم هي راهي بقوصين يعني تذكرني سامحني لحظه جمعيات وتراخيص ما تعطيهاش وزاره الداخليه لا التعليم العالي وزاره التعليم العالي فهمتني يعني هنا تقول لي هذه منظمه ارهابيه وانت وجهك يعني سامحني موجود فيها ماذا تعني وماذا تريد؟ ماهوش معناها لمس صبغه هكا معناها شرعيه لهالاتحاد هذا بتاتر لانه فيه كما قلت لك فيه اعضاء راهو عندها مسؤوليات كبيره انا سالتك انا وهذا حتى تقدم فما حزب سياسي سي لطفي نذكرك فما حزب سياسي تقدم بشكايه ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هو حزب سياسي هو جمعيات هو مؤسسات حزب وحيد تقدم بشكايه ضده وحكيت فيه هي الاستاذه عبير موسي رئيسه الحزب الدستوري الحر هي اللي كانت اول من تقدم بشكايه ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين طلعت حتى على البرامج نتاعه وشافوا ناس كيفاش تدرس فيه الى اخره نحن المركز الدولي عملنا كما نقول فيها يعني ملف كامل مش انا عبير موسى نحن الان عملنا يعني ملف كامل الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين وهو أي يعني علاش الدوله ما تتحركش معناها علاش هالاتحاد كما قلت قاعد يخدم انا من منبري هذا انا من 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 هالمنبر الحر نتوجه للدوله التونسيه باش كما نقول فيها تفرك لنا هالرومانه نتاع الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين يعني ترى هو يعني ماشي مع القانون مرخص له علاش نقعدوا نعملوا هالغوغاء وهالضوضاء ونتكلموا عليه؟ والخطر انه صغارنا صغيراتنا لا يقراوا فيه لا يهزوا فيه نعم نعم يعني هنا الدوله التونسيه دولتنا العزيزه يلزمها كما قلت تاخذ موقف ان درى هذا كانوا قانونين شيء كانوا ماشي قانونين شيء وهذه يا اخي قاعد يخرج لك في يخرج لك في اناس باسم كما نقولوا فيها التعليم الشرعي وباسم اصول الفقه وباسم 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 هو يعني مش هذا يعني الأصل راهو تونس بكل صراحة أنا أقولها من هذا المنبر راهي تونس أمانة
راهي تونس على اعتاقنا، راهي تونس كما نقولوا فيها يعني الخضراء، رانا نحن كلنا مسؤولين عليها قيادة وشعبا. ولهذا يلزمنا يعني يلزمنا من يومنا هذا يلزمنا كل يعني حاجة فيها باش تمس الأمن وتمس البلاد يلزمنا نصدوه ونقفوله، ولو هو يكون كما نقولوا في يعني يكون ما يكون. واضح. به سي خليفة، سمعت مؤخرا لجنة الدفاع، هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي الله يرحمهم، والمعطيات التي قدمتها هذه الهيئة معطيات خطيرة جدا، معطيات تداولتها وسائل الإعلام العالمية مش التونسية فقط، دونك ناس تحكي على تنظيم سري. أنت كمحلل معناها نحب نسألك بكل بصفة مباشرة، معناها هل هنالك في نظرك تنظيم سري فعلا؟ معناها والله أنا في اعتقادي الموضوع هذا باش يبحث فيه القضاء والقانون، انا ما عنديش عليه فكره. نسمع كيما تسمع الناس الكل. معني ما عندكش معلومات؟ لا ما عنديش معلومات. انا نسمع كيما تسمع الناس الكل يحكيوا على جهاز خاص، انا ما نجمش نفندها. لكن ما دام الموضوع خذاه القانون وخذاه القضاء، مو باش يبحث فيها تو ما ثم قضيه ولا تو يفسر لنا، معناها موجود ومضى بينا في القريب العاجل تتوضع له. انت كسي خليفه انت كنت كادر في الداخليه معناها، واكيد وانه تعرف برشا معلومات، نعرف عندك واجب التحفظ وكل شيء، لانه مثال تنجم تنيرنا، انت تو خرجت من مسؤوليتك كناطق رسمي باسم وزاره الداخليه الى اخره، تنجم نتجاوز شويه. لا انا اللي نقول لك شنو، انا نقول لك بعض القيادات حكيت معناها في فتره الثمانينات كان موجود. كان موجود، هذه معناها ما ثماش يا اخي في الفتره اللي انت موجود فيها. لا الفتره اللي انا موجود فيها لا، ما فماش تعيينات امنيه معناها سياسيه. لا انت تو دخلت بي. لا مو انا نسالوا فرمان على انا وقتاش دخلت، انا دخلت في التسعينات. اي شنو هو معناها كي دخلت انا فماش تعيينات مانيش نحكي على التسعينات هو سياسي. وقت اللي انت ناطق رسمي باسم وزاره الداخليه ما فماش تعيينات سياسيه طغى عليها طرف معين اسمعني. حكايه القناعات والموالات ماهيش حكاية باش تشرحها على طاولة ولا باش يجيب لك واحد ورقة مكتوب فيها راني موالي ولا غير موالي. داكوردو، الولاء والمرجعية متاع كل إنسان ماهيش بالضرورة باش تعرف هيك. أنت اليوم تجي تقول لي في كل مرافق الدولة التونسية الوزارة الداخلية من الثورة وإلى الآن كانت محل التجاذبات من طرف الأطراف السياسية الكل بدون استثناء. بدون استثناء. أنا قلت وأنا ناطق رسمي هذا، وزارة الداخلية من 2011 محل تجاذبات. وأنا بالمناسبة هذه شنو أدعو لمصلحة التوانسة الكل وقلتها قبل ونعاودها تو، خليوها الوزارة هذه محايدة وحصنوها بالقانون باش تبعدوها على التجاذبات وكهو. هذا هو المطلوب. اليوم محايدة هي وزارة الداخلية معناها حاليا؟ والله أنا مانيش موجود فيها، اسألوا من موجود فيها معناها. ياسر متحفظ. لا مانيش أنت تقولي الوزارة تو محايدة ولا مش محايدة، أنا عارف إيش. عندك رأيك، عندك علاقاتك، عندك معلوماتك سي خليفة. لا ما عنديش، أنا ما عنديش علاقاتي. أمل أن يقول لك أن الوزارة هذه الحل متاعها بغض النظر على التقييم ولا مش تقييم، أنك تحطها محايدة في المطلق راهي الحياد يتم بالقانون. انت كي تحط شنو هو الحل؟ هو زوج حلول. راك انت حتى كي تحط وزير متحزب وقت تحصنها بالقانون، بمعنى تحط حتى وزير متحزب لا يسيد الودي قضيه، ولكن الوزير هذا حطه بالقانون، قل له اين يبدا واين ينتهي، وكي تعين اطارات حط فيهم مقاييس كيفاش تعين. تو نخرجوا من حكايه هالتاويلات والخطاب الشعبي في الحكايه هذه. باهي انت هل تعتبر شخصيا انه اقاله العميد لطفي ابراهيم رغم النجاحات اللي حققتها وزاره الداخليه في عهد العميد لطفي ابراهيم، هل تعتبره معناها تدخل السياسي في وزاره الداخليه؟ هل تعتبره معناها فيه تجاذبات اللي كنت تحكي عليها، ولا تعتبره بريء معناها الاقاله؟ انا اللي نجم ناكده انه في فترته هو سعى الى تحييد وزاره الداخليه وبعدها عن التجاذبات. اللي نعرفه أنه السيد هذا ما عنده حتى لون سياسي، اللي نعرفه أن السيد هذا جاء من الحرس الوطني نتيجة نجاحاته في الحرس الوطني بشو اللوزي بعد الأسباب التي أقيل على خطرها أنا ما نعرفهش. أما اللي نعرفه أنه سعى بكل ما أوتي من قوة باش الوزارة هذه بعدها تجذبت، وأنا هاني نزيد نأكدها يمكن هذا هو سبب إقالته، لأنه سعى أنه يحيد سبب الإقالة هذا يسأل فيه من قاله. أنا نحكي على الشيء اللي نعرفه. أما كنصيحة، المؤسسة العسكرية بطبيعتها محايدة، هذيك شيء لا اختلاف فيه. المؤسسة الأمنية وزارة الداخلية لمصلحة تونس تبقى محايدة بالقانون. حتى حكيت أنك تجيب لها محايد غير مسيس، لا جيب لها حتى مسيس من حزب، مش مشكل معنا الأحزاب وجدت لكي تعمل. ولكن أنت كي تجيب زيد ولا عمر مسيس قل له راك مهمتك تبدأ هنا وتنتهي هنا، تبدأ هنا وتنتهي غير، لأنه لليوم مازال ثم خلط. لا لليوم مازال ثم خلط بين وزارة الداخلية ووزارة العدل. أنت كيما جاونا في رمضان اللي فاتح في حكاية الإفطار، الافطار احنا نوقفوا ونسكروا في الحوانه ونسكروا في القهوي. إيه انت، انا قلت لك مجلس نواب الشعب ماك موجود ولا ها رمضان مازال، هاني عاودتها انا قلتها ونعاود رمضان مو مازال له مده ولا بالله عديوا مشروع قولوا تفتح المقاهي، لان احنا لقينا قرار موجود من عهد المرحوم سي محمد مزالي طبقناه. ما كان مغلقا ما حليناهش،
واللي كان محلول ما سكرناش. خليني نسألك سؤال مباشر، الأمن مضمون ولا مش مضمون؟ مضمون شنو؟ لا المقولة الشهيرة متاع الأمن والجيش مازالوا مش مضمونين، أنت كخبير أمني، المؤسسة الأمنية مضمونة ولا مازالت مش مضمونة؟ مضمونة شنو؟ أنا نعرف أن مضمونة لها التصريح برابور أسيت ديكلاراسيون سي خليفة. أنا تصريح فما 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 اختراق صلب المؤسسة الأمنية ولا فما فما لا اختراق كلمة كبيرة، لا اختراق كلمة كبيرة، أنا نحكي على الفترة اللي أنا موجود فيها وفي السلك اللي كنت موجود فيه، نحكي على سلك الحرس الوطني. الاختراق اي نحكي على قيادي سياسي رفيع المستوى قال في وقت من الاوقات انه المؤسسه الامنيه والمؤسسه العسكريه ما زالوا مش مضمونين في تسريب صوتي. انا نحكي أنا الوزاره ما قعدتش فيها برشا، انا نحكي على سلك الحرس الوطني اللي خدمت فيه في الفتره اللي موجود فيها ما كانش مخترق. ان شاء الله ان شاء الله لا انا خاطر ما خدمتش برشا راني في وزاره الداخليه باش نبدا واضحين، 6 اشهر 5 اشهر، اما الكارير نتاعي عديته كخدمتي ولا كناطق رسمي في الحرس الوطني، واكد ان الحرس الوطني غير مخترق. واضح. هذا اؤكده هما. واضح. شيخ نتوجه لك بسؤال اخر، علاش حسب رايك معناها بعد كل عمليه ارهابيه تشار اصابع الاتهام الى الانظمه الدينيه؟ معناها هل هذا اعتباطي ام لا؟ والله يعني بالنسبه للاشارات هذه واحد قبل كل شيء يعني مسؤول يثبت تثبيت باهي قبل ما يلقي التهم جزافا. لأنه إنسان عندما يلقي يعني تهم يعني جزافا هذا غير معقول أخلاقيا أخلاقيا، لأنه ثم بحث وأهل اختصاص بحثانا وتأكد وتمحيص خطر ما كله وثم يعني القضاء وثم 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 وثم. أنا بكل صراحة ضد أي كان يرمي التهم جزافا على العباد، التهم على على الآخر. واضح. هذا يعني يخلق يعني فتنة ويخلق يعني شحناء ويخلق برشا. وهاتوا برهانكم أستاذنا لحظة برك، نحن في تونس توا يلزمنا الرياض. صح. نحبوا بعضنا، نحترموا بعضنا، نهزوا بعضنا، نلتفوا حول المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية، لأننا نراه أمان ظاهرة أو ظواهر يعني بكل صراحة يلزم نقضيه عليها. ما نقول يعني يلزم نقضيه عليها، تتكاتف الجهود نسكل أمام الغول هذايا، هالإجرام المقيت، هالإجرام الذي سيندحر، يلزمنا نسكل نقف نسكل كما نقول فيها نحيو المشاكل السياسية اللي خلاتنا كما نقول فيها توا ندحرجوا، وفي المشاكل الاقتصادية يعني برشا مشاكل خلات التطرف والفكر المتطرف. وأنا بكل صراحة نحن لا نخافهم ولا نهابهم، ولكن الخلايا النائمة اللي توا يعني عبر التواصل الاجتماعي وعبر الشبكات العنكبوتية هذيك يلزمنا كما نقول فيها نقفولها. واضح. يلزم تكون يعني أجهزة كبيرة باش شوف هم يعني المجرمين المتطرفين الإرهابيين نقلوا المعركة من الميدان إلى المواقع. واضح. من هنا يلزمنا كما نقول فيها أنت تصور إمام جمعة يخرج عبر الفيسبوك ويزكي العملية كما نقول فيها الإجرامية متاع المجرمة التي إمام جمعة. نعم هذا غريب، لا موجود يعني يعني هذا موجود يعني على التواصل الاجتماعي يعني هبطلوا اسمه فا فا الى شيء يعني موجود معناه نستناو رد الدوله، نستناو رياكشن تاع الدوله. تصور انت يعني يعني ناس باركت هالعمليات الارهابيه هو في الناحيه هذه راهي كل العمليات فيها العديد من تجنى على الشهداء من المؤسسين الامنيه والعسكريه ومن مجد الارهاب، ولكن زاد القضاء في كل موقف ثم قضايا نتاع إشادة وتمجيد بالإرهاب قاعد الناس هذوما يتبع فيهم موقف فيه باش نبدا واضحين. حاجة أنا باش نربطه مع كلام الشيخ، نحاولوا نختموا اليوم اليوم, اليوم اليوم في تونس ما هو مطلوب في مواجهة الناس هذوما اللي ما عندهم حتى مستقبل في تونس راه نجم نطلب معلومات لا هذا نقول فيه عن ثقة احنا خاطر راهو إذا كان موجودين هنا محبة في تونس والمصداقية نتاع الناس اللي باش تسمع وسمعتنا أمس وأمس وتسمعنا اليوم. خطر الإرهابي هذايا راهو خطر موجود ولكن لا يخوفنا شيء، والدليل على ذلك شارع الحبيب بورقيبه قبل ما نجيك هنا معبي معنا العباد وموجوده جيسي. الحاجه الاخرى عندنا مشكل اخلاقي اليوم في حاجه باش نطلعوا شويه بالمستوى الاخلاقي لان طبيعه الخطاب نزلت الى الحضيض، هذا مشكل. المشكل الاخر هو ثقتنا في بعض
ثقتنا في بعضنا يلزمنا تكون ثم ثقة بين الأمني والمواطن وبين السياسي والمواطن وشعب التونسي هذا كي. وبعد البرامج هذه اللي الكل موجودة عندنا انتخابات في 2019، الشعب التونسي يمكن في 2014 ولا في 2011 ما كانش عارف، توا يلزم ينتخب على ضوء مشاريع ويعرف باللي راه بطاقة الناخب نتاعه اللي باش يحطها يلزمها تكون على وعود صحيح. واضح، يعطيك صحة سي خليفة، شكرا شيخ لطفي شندلي، نورتونا اليوم في برنامج فاس فاس. هكا نكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم، إلى اللقاء يوم الخميس المقبل إن شاء الله.